السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته في قناة إيمان ريفيو، قناة لنشر ملخصات الكتب وروايات. في هذه الحلقة أقدم لكم قراءة في كتاب كيف تبني شخصية قوية لفينكاتا أيار، وهو كتاب للمهتمين بتطوير شخصياتهم وللراغبين في فهم الدوافع والاحتياجات الإنسانية وللباحثين عن الوسائل والطرق الفعالة لبناء شخصية ناجحة. لكن قبل أن نبدأ، لا تنسوا الاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد والإعجاب بالفيديو إذا رقكم المحتوى. وككل بداية أترككم مع نبذة عن حياة الكاتب. فينكاتا أيار كاتب وخبير معتمد في إدارة المشاريع، عمل مديرا في IBM بمدينة مومباي بالهند لأحد المشروعات، وفي عام 2003 أي بعد 17 عاما في مجال صناعة تكنولوجيا المعلومات استقال ليعيش في مزرعته العضوية بقريته. له كثير من المؤلفات والكتب، منها One Step at a Time، Moon Over Microchips، Freedom of Information، وكيف تبني شخصية قوية موضوع الحلقة. تأتي كلمة الشخصية من أصل لاتيني بيرسونا، وتعني القناع الذي يلبسه الممثل ليناسب الدور الذي يؤديه. وعلميا يقصد بها البنية المتكاملة لكل الخصائص الجسدية والوجدانية والفكرية والنفسية كما تظهر للآخرين على وجه الخصوص. ونجد أن التعريف اللاتيني قريب جدا للواقع، فكل منا يؤدي دورا مختلفا في الحياة، ولكل دور سمات معينة خاصة تبرز الشخصية بما يتطلبه ذلك الدور. فالشخصية التي تؤدي دور الأم مثلا بالطبع ليست كالشخصية التي تؤدي دور الإبنة، وهكذا. وتبدأ عملية تطوير الشخصية وتنميتها منذ لحظة الولادة ولا تتوقف عند حد معين، فهي عملية مستمرة. وهناك خطوات عدة تساعدك على إبراز شخصيتك بصورة إيجابية. لابد أن تكون مفعما بالحياة وذاهمة ونشاط وصاحب عزيمة قوية، وأن تكون متحمسا ولديك انفعال وشعور قوي تجاه قضية ما أو عمل معين، مما يلهمك طاقة واستمتاعا في أثناء أداء ذلك العمل، بل وينعكس على من حولك، فالحماس معد كما يقال. أيضا لابد أن يكون مظهرك جيدا، فكلما كانت الملابس أنيقة أعطت شعورا وإحساسا داخليا بالذكاء وأوصلت رسالة إيجابية تجاه الشخصية. ولا تنسى الابتسامة، فهي ترسل رسالة مضمنة بمشاعر الود والاهتمام. أيضا يجلب التوازن والهدوء والحفاظ على رباطة الجأش القبول والاحترام من قبل الآخر وللشخصية التي تتسم بذلك، كما أنه يسعفها في مواجهة المصائب والمحن. وفي أثناء التواصل مع الآخر فإن الكلمات وحدها لا تكفي لإيصال المعنى، فيجب أن يعزز ذلك بالتواصل الجسدي، ومن أهم ذلك التواصل بالنظر إلى العينين. أما عن عملية التأثير فكل فرد منا يختلف عن الآخر، لكننا نتشارك بأننا جميعا ولدنا برغبة للاكتشاف والفضول وتعلم الجديد. وما يميز أي إنسان عن غيره هو ما يحدث بعد تلك السنوات الأولى من الولادة، حيث تبدأ المجتمعات المختلفة كمجتمع الأسرة والمدرسة وجيران الحي بالتأثير في تلك الشخصية. ومن أهم تلك المجتمعات مجتمع الأسرة الذي تنشأ فيه الشخصية وتكتشف الحياة من خلاله. فالشخصيات تتغير وتتأثر بالمتابعة والمعايشة وليس بالمحاولات المقصودة لتوليد استجابة من الشخصية. وتخضع تلك التأثيرات الأسرية الأفراد إما لتهيئة إيجابية وإما لتهيئة سلبية. وتكتسب عملية التأثير أو كما تسمى التهيئة نوعا من القداسة مع مرور الوقت، وعن طريق التعود على مجموعة من الطرق التي صنعت تلك التهيئة يصعب مع الوقت تغييرها، ويجعل كل شيء آخر أو طريقة أخرى مخالفة لها هي طريقة مرفوضة، وقد يصل الأمر إلى إدانتها أيضا في بعض الأحيان. لكن ليست كل طرق التأثير أو التهيئة سلبية،
بل قد تتمكن الشخصيات الناجحة من التغلب على التهيئة السيئة التي تلقتها في أثناء تنشئتها. يتعرض الكثير منا للعديد من الاختيارات والفرص الجيدة والسيئة يومياً، وتعد القدرة على التعرف على تلك الفرص واستغلالها في سبيل تحقيق الأهداف أفضل خصائص الشخصية الناجحة. وهناك خصائص معرفتها تؤثر إيجابياً في عملية الاختيار واستغلال الفرص. منها الخيارات تصنع ويخطط لها ويفتش عنها، لكن مع ذلك لا يمكنك أن تضمن نتائجها، لذا عليك أن تهيئ نفسك للنتائج أياً كانت. أيضاً لا تغني الاستفادة من خبرات الآخرين وتجاربهم واختياراتهم ونصائحهم عن أن تكون لك اختياراتك الخاصة التي تنبع من داخلك. واعلم أن اختيار الفرصة موهبة، ولكي تعطي الموهبة أفضل النتائج لابد من تنميتها باستمرار. ويعد الاختيار ميزة خاصة يتمتع بها الجنس البشري فقط، فإمكانه أن يختار أن يعيش سعيداً أو حزيناً، وأن يختار أسلوب المعيشة ومكانها ومقوماتها الأخرى. ويمكن أن يتضافر عامل الاختيار مع عوامل أخرى لصناعة النجاح، فالنجاح يولد كما يولد الألماس بتضافر العديد من العوامل منتجة أنواعاً مختلفة منه. فليس كل الألماس نوعاً واحداً، وليست كل الإنجازات نجاحاً، والأهداف هي التي تحدد ما إذا كان هذا الإنجاز يعد نجاحاً أم لا. ويعرف النجاح على أنه الإدراك التدريجي، بمعنى أن تكون واعياً للأهداف المثمرة والمفيدة والمحددة سواء أكانت طويلة المدى أم قصيرة، والتي وضعتها لنفسك وتسعى جاهداً لتحقيقها بغض النظر عما يقوله أو يفكر به الآخرون. وللشخص الناجح عدة سمات، منها أن يكون متقبلاً في الواقع، يدرك بأنه ليس مطلوبا منه أن يكون مثل نجمه المفضل في السينما، فهو يتقبل نفسه بصورته الحالية. يقسم الكاتب سلوك الاستجابة الصادر من الشخصية تجاه المواقف إلى ثلاثة أنماط. النمط الأول هو العدواني، وفيه يرى من يتصف به أن له الحق الكامل في كل شيء، وأن ما يريده له الأولوية على حساب ما يريده الآخرون. وهو يخلط بين محبة الناس واستخدام الأشياء، فيستخدم الناس ويحب الأشياء. وصاحب هذا النمط لا يحترم أي شخص يستطيع السيطرة عليه، كما أنه يخاف من تساوي العلاقات بينه وبين الآخرين. والنمط الثاني السلبي، وللمتصف به احترام منخفض وصورة ذاتية سلبية لنفسه، وذلك ما يشعره بالخوف والذنب والتوتر الجسدي والعاطفي. أما النمط الثالث فهو الحاسب، وتتمتع الشخصية المتصفة بهذا النمط بالمسؤولية تجاه ذاتها واستبصارها بحقوقها وحدودها دون التعدي على حقوق الآخر انطلاقا من كوننا بشر. لدينا حقوق طبيعية فطرية، لكننا إما لم نكن نعلم بأن لنا تلك الحقوق، أو لم نتعلم طريقة تطبيقها عملياً والمطالبة بها. وتساعد معرفة تلك الحقوق في الطريقة التي تبنى بها الشخصية، لذا يجب أن ندرك أن لكل فرد الحق في تحمل مسؤولية القيام بسلوكه والتعبير عن مشاعره وأفكاره بما لا يضر الآخر، وعليه أن يتحمل العواقب المترتبة على ذلك ويستعد لها. أيضا من غير المتوقع من المرء أن تتوفر لديه معرفة وإجابة لكل ما يسأل عنه، لذا فلكل منها الحق في قول لا أعرف. وعندما يقول الشخص ذلك تصبح لديه فرصة في التعلم والمعرفة، ولن يقع تحت ضغط الإحساس بالذنب المصاحب للكذب أو الخداع أو ادعاء المعرفة. لكن قد تفرض الأدوار التي يؤديها البشر في حياتهم حدوداً على من حولهم لتصنع شيئاً من الاحترام والتقدير. ومهما كانت تلك الأدوار، فلكل فرد الحق في أن يعامل باحترام وأن يعامل الآخرين باحترام. كلما كانت الشخصية حاسمة، كانت أقرب إلى النجاح. وبناء تلك الشخصية يقوم على عدة مقومات، منها أن تنمي بداخلك احترامك لذاتك، وأن ترى نفسك على نحو إيجابي،
وتسمح لها بالشعور بالرضا، وأن تتعلم كيف تنصت بكامل حواسك وبانتباه تام ولا تتفاعل بأذنيك فقط، فهذا سيؤدي إلى إقامة علاقات أفضل مع الناس وإلى زيادة الإنتاجية في العمل وإتمامها بفاعلية، وسيؤدي إلى الوصول للنتائج بسرعة لأنك أنصت جيدا فوعيت لما طلب منك. أيضا عليك أن تدرك أنه من غير المقنع أن تتوقع أن يفهم الآخرون ما تريده من دون توضيح، فهم لا يعيشون في عالم أفكارك، لذا لكي تكون شخصا حاسما عليك أن توضح للآخر ما تريده والطريقة التي تريدها به، وأن تتوقع وتتقبل أن يتم أداء تلك الأمور بغير الطريقة التي تفعلها أنت أو تتوقعها منه، ولا بد أن تكون على وعي وإدراك تام لقدراتك وطاقاتك، وأن تتعلم كيفية قول لا. وهناك بعض الإرشادات عن كيفية قول لا على نحو مناسب، منها قل لا بشكل هادئ وحازم في الوقت نفسه من دون أن تضيف أنا آسف لو لم يتطلب الموقف ذلك. قل لا، وبعدها يمكن أن تذكر تفسيرا صريحا دون الحاجة إلى الشعور بالذنب. قل لا، وبعد ذلك ضع خيارا أو بديلا أو جملة لتعاطفك مع الطرف الآخر. تدفع الرغبات والحاجات الإنسانية الناس نحو القيام بالعمل، وقد صنفت الحاجات التي تؤثر في السلوك الإنساني وفقا لهرم ماسلو الشهير على نحو مدرج ومرتب، بدءا من الحاجات الفيزيولوجية المتمثلة في الهواء والماء والطعام والحاجة إلى الدفء والمسكن والتخلص من الفضلات، ثم حاجات الأمن والأمان والشعور بالاستقرار، وبعد إشباع وتحقيق هذين الجانبين تأتي الاحتياجات المعنوية في الترتيب، كالحاجة إلى القبول الاجتماعي والصداقة والاحترام والتقدير، وتأتي الحاجة إلى تحقيق الذات في أعلى التسلسل الهرمي، فتظهر عندما تشبع الحاجات السابقة. تدفع الشخصية نحو العمل والسعي لتلبية تلك الاحتياجات إما بالترهيب وإما بالترغيب، وفي الترهيب يكون الباعث على القيام بالعمل هو الخوف من العواقب المترتبة على عدم القيام به، وهذا الأسلوب تتبعه مختلف الأنظمة الاجتماعية بدءا من الأسرة والمدرسة في صورة مختلفة، كسحب المصروف مثلا أو المنع من مشاهدة التلفاز، ويستخدم أيضا من قبل المنظمات والشركات في صور كالخصم من الأجور أو خفضها أو الإيقاف المؤقت عن العمل. ونجد أن هذا النوع يعمل على الحاجات الأساسية كالحاجة إلى الراحة النفسية والحرية والأمن والقبول الاجتماعي. أما في الترغيب فيأتي الباعث على العمل عن طريق الوعد بالمكافآت، ويقل تأثير الترغيب في الشخص عندما يتم إشباع الحاجات الأساسية. ومع مرور الوقت يتعلم المرء الكثير وتتطور مهاراته ويطور منها، وهناك نوعان أساسيان وضروريان من المهارات، أولهما المهارات العقلية كالقيام بالعمليات الحسابية واستخدام اللغة في تكوين الجمل والمفردات واستخدام الأقلام والورق، وتساهم هذه المهارات في تنمية ذات الفرد ومعالجة أفكاره عن طريق التعليم النظامي، وتتشكل هذه المهارات من مزيج من الذكاء والفعالية الشخصية، مما يساعد الفرد على أن يصبح شخصا محترفا. ويدخل تحت هذا النوع أيضا مهارات الحرف اليدوية والأعمال الجسدية والتحصيل الأكاديمي. أما النوع الثاني من المهارات فهو مهارات العلاقات البينية التي ترتبط باستثارة استجابات الآخرين، وتساهم في خلق طرق للانسجام معهم، وتساعد الفرد على التعامل مع مشاعره وتقلل من فرص انعزاله. وينمى هذا النوع من المهارات عن طريق التعامل في المنزل والحي وفي أثناء النزهات وغيرها.